السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة اليوم. وفي هذه الحلقة سأريكم طريقة تنزيل لعبة GTA الجديدة التي لم يمر أسبوع على إطلاقها إلى حد الآن على أجهزة iOS، حيث أن هذه اللعبة سعرها حوالي 7 دولار في الأب ستور، حجمها كذلك 2 جيجا بايت. أفضل لعبة GTA إلى حد الآن تطلق إلى أجهزة iOS، يعني لعبة خرافية للغاية، لعبة رائعة، أفضل حتى من لعبة سان أندرس. بحثت عن هذه اللعبة في متاجر صينية في العديد من المواقع ولكن لم أجدها، وبطبيعة الحال ومثلي مثل أي مستخدم آخر لأجهزة iOS والذي يبحث، وأنا واثق أنه يوجد كثير من المستخدمين الآن يبحثون عن طريقة تنزيل هذه اللعبة بالمجان، سأشارككم طرق الخاصة وسأريكم طريقة رائعة لتنزيل هذه اللعبة بالمجان، حيث سنقوم بتنزيلها من الأب ستور مباشرة بالمجان. والتنزيل بطبيعة الحال وكما نعرف كلنا أنه أسرع بكثير من حيث التنزيل سيكون سريع. قم معي مر إلى إذا المشاهد الكريم، ركز معي جيدا حتى تتمكن من الحصول على اللعبة مجانا بنجاح. في البداية يجب عليك فتح ثلاث صفحات، الصفحة 180 وكذلك صفحة إنشاء حساب أبل وكذلك موقع مؤقت لإنشاء بريد إلكتروني مؤقت. في البداية ستنتقل إلى صفحة إنشاء حساب أبل وتقوم بإدخال بريد إلكتروني مؤقت بالطبع هنا وفي هذا الموقع، موقع مؤقت طبعا، ستقوم بإدخال أي حساب على سبيل المثال GTA Free هكذا وتضغط على علامة الصح حتى يتم إنشاء الحساب. هنا ستقوم بإدخال كلمة سر وكذلك باقي المعلومات بطريقة سهلة جدا. كلمة المرور A capital A small 4455667 A capital A small، تقوم بإدخالها مرة أخرى 4455667 A capital A small. الاسم الأول تقوم بإدخال أي اسم، محمد اسم العائلة على سبيل المثال الصغير هكذا. تاريخ الميلاد تقوم بإدخال تاريخ ميلاد هكذا، تغير حتى السنة فقط لا توجد أي مشكلة. هنا تختار أي سؤال موظيفة التي تحلم بها على سبيل المثال طبيب، لا أريد طبيب ولكن فقط لي اسم مديرك الأول هكذا، خليفة على سبيل المثال، اسم الشارع الذي نشأت فيه طرابلس مثلا وهكذا. المملكة العربية السعودية يجب عليك تغييره حتى تحصل على حساب أمريكي و يكون يعني الدفع بالدولار وتنتهي العملية بنجاح. تختار الولايات المتحدة الأمريكية هكذا، هنا تقوم بإدخال الكابتشا هكذا، والبريد الإلكتروني تقوم بأخذ هذا وبريدك الإلكتروني تقوم بنسخه هكذا ولصقه هنا كما ترى أمامك والتضغط فقط على متابعة. لاحظ معي أن طريقة إنشاء الحساب سهلة جدا. الآن تم إرسال رسالة لتأكيد الحساب، هنا ستصلك بعد قليل على هذا الموقع، تقوم بتحديث الصفحة دائما حتى تجد الرسالة قد وصلت إليك. إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم الرسالة قد وصلت بالفعل، تقوم بفتح الرسالة هكذا، تقوم بنسخ هذا الرمز وتقوم بلصقه هنا وتضغط على تحقق. الآن جاري التحقق كما ترى مشاهدي الكريم، الآن تم التحقق من الحساب وإنشائه بنجاح. كل ما عليك فعله الآن فقط الانتقال إلى الآيتونز، تضغط على دخول، تقوم بلصق البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله، كذلك كلمة سر A capital A small 55445566777 A capital A small وتضغط على تسجيل الدخول. يتم الوصول إلى آيتونز ستور كما ترى أمامك، تنتظره قليلا. إذا ظهرت لك هذه الرسالة مشاهدي الكريم تضغط على ريفيو وهذا ما نريده طبعا، تنتظر قليلا. يتم الآن الوصول إلى آيتونز ستور، لاحظ معي مشاهدي الكريم تضغط على كونتينيو، تضغط على I agree هكذا، توافق على الشروط تضغط على I agree. من هنا تختار ماستر كارد، وكل ما عليك فعله الآن الانتقال إلى صفحة الحلقة 180، تذهب إلى الموقع المرفق في هذه الحلقة، تقوم بنسخ هذا الكود الموجود كما ترى أمامك، هنا الموقع المستخدم في الشرح وهنا الكود. الآن تنتقل إلى هذا الموقع، كما تلاحظ معي مشاهدي الكريم تقوم بنسخ الكود، هذا الكود كما ترى أمامك، هذا الكود تقوم بلصقه في هذه الخانة هكذا وتنزل للأسفل، تختار هذا الخيار تضغط عليه هكذا
يعني خطوات بسيطة جدا. هكذا مشاهدي الكريم، الآن تقوم بنسخ أي أحد هذه الأكواد، يعني على حسب مزاجك، هكذا تقوم بنسخه. والانتقال إلى الآيتونز، هنا تقوم بإدخال هذا الرقم، تختار شهر 2 2017 500، تنزل للأسفل تيتل، تختار مستر أو مس محمد الصغير ستريت، تكتب أي شيء، على سبيل المثال السلام رود، هنا تكتب تريبولي، على سبيل المثال طبعا سيتي تكتب فلورنس، ضروري من هذه الخطوات طبعا فلورنس، يجب عليك كتابة فلورنس، كاليفورنيا، الزايب كود 900001، الفون نمبر 123456789، كما ترى أمامك هنا فلورنس، يجب عليك التأكد من السبيلينج وهكذا وكل هذه الخطوات، وتضغط على كونتينيو. فيرست نيم يبدو يريده باللغة الإنجليزية، تكتب اسمك باللغة الإنجليزية مشاهدي الكريم هكذا، وتضغط على كونتينيو. أتمنى أن يمر، أتمنى أن يمر، هيا بنا هيا بنا، نعم سيمر مشاهدي الكريم، لاحظ معي كما ترى مشاهدي الكريم، your Apple ID is now ready to use with the iTunes Store. الآن ستنتقل إلى هاتفك الآيفون وتقوم بإدخال هذا الحساب في الأب ستور. إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم، هنا أقوم بتنزيل اللعبة بحساب سابق قمت بإنشائه قبل إنشاء هذا الحساب الذي أنشأته معكم في هذه الحلقة مباشرة، وجري تنزيل اللعبة كما ترى أمامك. إذا الخطوة الأولى التي يجب عليك القيام بها هي الانتقال إلى إعدادات الهاتف، بعد ذلك ستنزل للأسفل وتختار iTunes and App Store، تقوم باختيار هذا الخيار، بعد ذلك سيظهر لك الحساب الخاص بك مشاهدي الكريم هكذا. عندما تدخل إلى خيار iTunes and App Store ستجد حسابك هنا Apple ID، تقوم بالضغط عليه، بعد ذلك ستنبثق لك هذه النافذة كما ترى أمامك، تختار Sign Out أو تسجيل الخروج، مهمة جدا هذه النقطة مشاهدي الكريم، رجاء خاص لا تقوم بالتجربة على حسابك الرئيسي، قم بإنشاء حساب جديد كما أريتك في الحلقة، ولا تقم بالتجربة على حسابك الرئيسي، يعني ضرورية جدا هذه النقطة، لا تستهين بها. بعد تسجيل الخروج من هذا الحساب ستنتقل إلى الأب ستور وتقوم بالبحث عن هذه اللعبة وستجدها، فقط قم بكتابة GTA وستجد اللعبة في الأب ستور جديدة، لم يمر عليها أسبوع إلى حد الآن على ما أعتقد، تقوم بالضغط على تنزيل، سيظهر لك خيار يعني بسيط جدا يطلب منك تنزيل اللعبة باستخدام حساب موجود أو إنشاء حساب جديد، ستختار حساب موجود، بعد ذلك ستكتب الحساب الذي قمت بإنشائه، سيظهر لك مربع صغير، اختار أول، يوجد به خيار always وخيار آخر، اختار always، بعد ذلك سيظهر لك خيار تأكيد الشراء، قم بالضغط على buy يعني شراء، وسيتم تنزيل اللعبة وتظهر لك هذه الإشارة مشاهدي الكريم كما ترى أمامك. إذا واجهتك أي مشاكل يمكنك متابعة الحلقة 180، شرحت بها بالتفصيل هذه الطريقة كما ترى أمامك، تنزيل برامج مدفوعة مجانا من الأب ستور مباشرة، تابعها ولن تواجه أي مشاكل إن شاء الله، هذا في حال واجهتك مشاكل، ولكن طريقة سهلة للغاية، يعني لا يوجد أسهل من ذلك. طبعا إذا تم قفل الحساب فلا يوجد أي مشكلة، اللعبة تم تنزيلها، يمكنك إرجاع حسابك الرئيسي الذي كنت تستخدمه بالدخول إليه، واللعبة أصبحت في هاتفك، استخدم حسابك الآخر في تنزيل برامج التطبيقات الأخرى، واللعبة موجودة في هاتفك، تم تنزيلها من الأب ستور. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه اللعبة قد نالت إعجابكم، رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبقى علينا بالنقر على زر لايك، وكذلك شاركنا تجربتك بتعليق أسفل الفيديو، كذلك يعني يمكنك متابعتي على الفيسبوك، كذلك تويتر، يمكنك أيضا يعني الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية في كافة المجالات الخاصة بـ iOS، سواء كانت جيلبريك، سيديا، شروحات بدون جيلبريك، وكل جديد في عالم الأبل. ألتقي بحلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.